عايز اعرف احنا في مصر حققنا ايه في 2017؟ ايه اللي تقدر تقول عليه القطاع ده حقق انجاز طبقا للتقارير الدوليه؟ احنا القطاع ده عمل قفزات يعني لا حصر لها. ايه اللي اتحقق بالظبط عشان المشاهد يبقى فاهم ويأثر عليه ازاي؟ هو القطاع يعني حقق انجازات، ولكن اقدر اقول في علامتين مهمين جدا في 2017 بالذات. واحده منهم في شهر اكتوبر، وهو اقدر اسميه شهر الطاقه المتجدده بامتياز. في هذا الشهر تم توقيع مع القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل محطة 250 ميجا وات لطاقات الرياح، وهذه الحقيقة مناقصة كانت مطروحة لفترة طويلة جدا، إنما في النهاية تم التوقيع وبدء تنفيذ مع تحالف دولي عالمي، أخذا في الاعتبار أن هذا التحالف حينشئ محطة أخرى مماثلة للمحطة اللي تم التوقيع بها بنفس الشروط، زائد ان في تحالفين دوليين تانيين هينشئوا محطات اخرى بنفس الحجم، ويمكن في حاجه حوالي 320 ميجا بنفس الشروط. فبمعنى اصح ان النموذج الذي تم التوقيع عليه هو في حقيقه الامر سوف يضيف اكثر من 1000 ميجا وات من طاقات الرياح. في نفس هذا الشهر تم الاغلاق المالي ل 32 شركه اللي هي بتنشئ محطات في منطقه بنبان اللي اشار اليها التقرير، اللي هي مستثمرين كل مستثمر في حدود 50 ميجا وات، صحيح تم تجمعهم في منطقة واحدة ولكن كل واحد له المحطة الخاصة فيها، لتشكل كما أشار التقرير واحدة من أكبر التجمعات الدولية في الطاقات المتجددة في العالم. وبالتالي ده بقدرة في حدود 1500 ميجا وات من الطاقة الشمسية باستثمارات مباشرة تتجاوز ال 1500 مليون دولار. مليار ونص دولار، وبالتالي ده استثمار مباشر. فده كان شهر اكتوبر. شهر ديسمبر تم توقيع العقد الخاص بالمحطات النووية، وهي اضافة قدرة حوالي 4800 ميجا وات من الطاقات النووية، وهي لأول مرة يتم دخول مثل هذه النوعية من مصادر الطاقة إلى مصر، وده بيعتبر أحد البرامج الكبرى النووية. ده العلامتين اللي اقدر اقول متميزتين جدا، ولكن اثناء العام زي ما اشار التقرير في الثلاث محطات اللي بيتم تنفيذهم مع احد الشركات الالمانيه الكبرى اللي هي بتتم في البرولوس وبني سويف والعاصمه الاداريه الجديده باجمالي قدره 4400 بجدول تنفيذ اعتقد انه غير مسبوق عالميا من ناحيه مده هذا الجدول، ومتوقع ان هذه المحطات تدخل الخدمه في مايو، انما ما تم مايو انجاز من هذا العام. مايو في هذا العام 2018، انما ما تم انجازه في 2017 هو الحفاظ على جدول التنفيذ لمثل هذه المحطات بحيث تدخل فعلا في هذا التوقيت اللي هو يعتبر توقيت غير مسبوق، مما يدل على مجهود كبير قوي تم عشان اقدر انفذ هذا الجدول. ايضا في اتفاقيتين تمويليتين كبار جدا تموا ما بين البنوك المصريه وشركات مجموعات شركات التوزيع المملوكه للدوله باجمالي 19 مليار جنيه و 18 مليار ونص جنيه لشركه النقل، لان ليس الفكره فقط اني اتوسع في قطاع الانتاج، وانما ما لم يكون هناك شبكات نقل قادره على نقل هذه القدره وشبكات توزيع قادره على ان توزع على المستهلكين، يبقى اللي بعمله في الانتاج اكيد بالظبط ما عملتش حاجه. فزائد تطوير مستوى الخدمه للمستهلكين، يعني التوزيع بالذات انا كمستهلك مانيش شايف الانتاج، مانيش شايف النقل، انا ما شايف شركه التوزيع اللي قدام، شايف الكهرباء اللي داخلالي، شايف بالزبط. ان انا بولع بلاقي نور بالظبط. فمهم جدا شركات التوزيع، بالاضافه الى طبعا جداول التنفيذ لبعض المحطات زي محطه السويس البخاريه دخلت الخدمه السنه الجايه ان شاء الله، في مجموعات اخرى من المحطات غير الاربع ثلاث محطات اللي اشرت اليها. فالمحافظه على جداول التنفيذ الخاصه بمثل هذه المشروعات ده مهم جدا. طرح ايضا مجموعه من المناقصات اخرى في اخر العام، يمكن اخر ديسمبر بالظبط طرحت مناقصه عامه ل 600 ميجا وات من الطاقه الشمسيه، فده غير اللي معمول غير مشروع بنبان على القطاع الخاص ايضا. فده بيمثل توجه عام بيتوجه له القطاع، التحول للطاقات المتجدده او الاعتماد المتزايد على الطاقات المتجدده، الاهتمام بشبكات النقل والتوزيع اللي موجوده، ودخول نوعيات جديده زي الطاقه النوويه في المنظومه.